مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من ممكن. النهارده هنبتدي من الالتراس، ولما بنتكلم عن الالتراس احنا بنتكلم عن قطاع كبير من الشباب، بنتكلم عن ازمه. الازمه دي بتعكس قد ايه مستقبل مصر في خطر. مستقبل مصر لما يبقى الشباب في خطر، او شباب مصر بيتصرف غلط، او شباب مصر بيعمل احداث عنف، او شباب مصر بيتعامل حتى لو بيرفض سلوك من الداخلية، بيكره الداخلية، بيكره فكرة الأمن، بيكره فكرة الانضباط. الشباب متمرد لكن عليه في النهاية أن يفهم أن هذا الأمن وظيفته حماية المواطن وحماية هذا البلد، فأي اعتداء عليه هو إخلال بمنظومة مهمة جدا في هذه الدولة. اللي عمله ألتراس الأهلي امبارح كان شيء قاسي وصعب ومؤشر سيء. ولما بقول ألتراس مش بقول كل جمهور الأهلي ولا جمهور الأهلي من الألتراس، هذا القطاع بتاع الدرجة الثالثة، المشهد اللي احنا شايفينه ده ناس نزلت الملعب، هو نازل ياخد علم، بيقولوا ان ده البانر، ده جزء من الاشتباكات الأولى اللي حصلت. ايه اللي نزل أولاد الملعب؟ ايه اللي نزل جمهور الملعب ومعروف ان ده ممنوع؟ مين اللي قصده يعمل هذا النوع من الاشتباك؟ انا مش عارف، لكن كل المؤشرات بتقول بعد ما النيابة عثرت، وهقول لكم النيابة عثرت على ايه داخل المدرجات، ان كل ده كان مخطط، كل ده امتداد لما نراه في الجامعات والشوارع. خليوني اقول لكم النيابة عملت ايه. نيابة اول مدينة نصر برئاسة المستشار احمد شورب قررت حبس 7 من اعضاء ألتراس اهلاوي 4 ايام على ذمة التحقيقات في احداث استاد القاهرة. ده واحد من المقبوض عليهم اهو. معاينة النيابة كشفت عن ايه؟ معاينة النيابة كشفت عن تحطم مقاعد الدرجة الثالثة باستاد القاهرة ومعظم نوافذ الاستاد، ووجود كميات كبيرة من وقفوا عنده ده عند اللي لقوه الزجاج والحجارة وأزاز مية فارغة وأثار شماريخ وألعاب نارية وبقايا زجاجات مولوتوف وفوارغ قنابل غاز مسيل للدموع واحتراق الأشجار المحيطة باستاد القاهرة. انت واخد حجارة ليه وانت رايح ماتش كورة؟ واخد مولوتوف ليه؟ واخد إزاز معاك ليه؟ انت رايح تعمل ايه؟ يعني انت رايح ماتش كورة تشجع، ولا واخد مولوتوف علشان مين؟ واخد حجارة عشان تضرب بيها مين؟ طيب قبل نهاية الماتش كانت الشرطة عملت ايه؟ الشرطة ارتكبت جريمة ايه وهي واقفين من بدري من الصبح عشان يأمنوا سيادتك وسمحوا لك بالدخول وفتحوا ابواب الاستاد قبليها وقالوا الجمهور اللي جه كله يدخل، مش هنلتزم بالساعة المحددة. ايه اللي عملته الشرطة علشان تاخد ازاز ومولوتوف معاك وانت رايح تتفرج على ماتش كوره نهائي؟ طيب حد هيقول لي اصل البانر كان واقع وضابط شرطه ما رضاش يديهوله. البانر يستدعي انك تولع ملعب، انك تؤدي لاصابه 25 واحد من الشرطه؟ البانر يؤدي انك تحرق عربيه شرطه و13 عربيه بتاع مواطنين؟ مين اللي يقول ده؟ خليني اقول لكم ما هو أسوأ. فيديو نشره النهارده جريده الوطن وموقع الوطن، شوف الفيديو لما مجموعه شباب مسكوا جندي عسكري غلبان جاي واقف في خدمه سيادتك، اتفرجوا عملوا فيه ايه. هما البيبان وسايبينهم جوه؟ جوه؟ هما البيبان وسايبينهم جوه؟ هما البيبان وسايبينهم جوه؟ هما البيبان وسايبينهم جوه؟ شايفين الوحشية اللي بيتعامل بها شوية أولاد صغيرة مع عسكري غلبان مرمي قدامهم في الأرض نازلين فيه ضرب بأنهي شكل؟ حد يقول لك ما بتشوفش مشاهد عسكري بيضرب مواطن؟ ويا سيدي واحنا اقرينا ضرب العسكري للمواطن رغم ان ده بيبقى في اشتباكات والعسكري وظيفته الامن، واذا اتى خطا ممن هو مسؤول وواجبه ده فهو خطا يجب ان يعاقب عليه، ما حدش اقره اطلاقا. لكن ده يديك الحق انك تمسك عسكري تضربه بالشكل ده؟ بني ادم
تضربه بالشكل غير الادمي والوحشيه اللي بتضرب بها شويه عيال تافهه زي دول، يضربوا عسكري بهذا الشكل غير الانساني ويسحلوه في الارض؟ مين اللي يقول كده؟ ومين اللي يقبل ده؟ وهنفضل ساكتين لحد امتى؟ وهيفضل كل واحد يطبطب لحد امتى؟ البلد ما عادتش تستحمل طبطبه. البلد لازم يكون فيها احترام للقانون، وجزء من احترام القانون هو احترام العسكري. القانون بيقول انك متفرغ، رايح تقعد في ملعب، تقعد على كرسي تتفرج على ماتش، وتخلص وتشجع وتمشي. القانون ما بيقولش انك تنزل ملعب ولا تاخد ملتوف ولا حجاره. ومجرد يجب اللي يتمسك معاه حجاره وهو داخل الاستاد يتاخد فورا ويتحكم عليه ويتحاكم. لكن هذا المشهد واللي حصل، يعني مش هقول ناقوس خطر، الكلمه دي استهلكت، الناقوس شغال من زمان والبلد دي في غيبوبه من زمان. لكن لازم نفوق، لان اللي بيحصل ده مؤشر خطأ. صحيح الداخليه قالت هنعيد النظر وفي الغالب مش هيسمحوا بحضور الجماهير للدوري، لكن هل ده كفايه؟ العقليات دي اهاليهم لما بيقعدوا معاهم في البيوت بيتكلموا معاهم في ايه؟ الاب والام بيقول لاولاده اللي في الالتراس واللي بيشجعوا الكره ايه؟ هو انت وظيفتك انك تشجع كره ولا انك تربي الشرطه؟ وظيفتك انك تهين الشرطه وتشتمها وتاخد لها مولوتوف؟ وظيفتك انك تحقق اهداف الاخوان؟ هي ايه وظيفتك؟ انت عامل ايه في مدرستك انت اساسا؟ بتدرس، بتذاكر، بتشتغل، بتعمل ايه في الحياه؟ عشان يبقى في جزء هو هدم البلد اللي احنا عايشين فيها، مش عارفين نهدى ولا نستقر. حتى ماتش الكوره اللي بنقولها حاجه بترفع عننا شويه، والاهلي صاحب البسمه بيفرحنا دايما، بيجيب لنا بطولات، يبقى ده جزاته؟ هل هذا جزاء الاهلي انك تفسد له اجواء الفرحه بهذا الشكل؟ مش عارف. طبعا مش عايز الزعل والغضب ياخدنا وننسى وائل جمعه، هذا اللاعب العظيم الذي لن تنساه، لن تنساه الكره المصريه ولا الملاعب المصريه، الذي اعلن اعتزاله وان ده اخر موسم ليه. وجود وائل جمعه في الملعب، وائل معنى للرجوله، للجدعنه، للاخلاص. لما بياخد حتى انذاره بيبقى غلطان، بيبقى صعبان على الواحد، لانه هو متحمس، هو بيحب الفانيلا اللي لابسها. فكره الانتماء لاي شيء، دي اي شيء انت بتشتغل فيه او منضم اليه، هو ده اللي بيعمل الانتماء للوطن في النهايه. هو هتقول ان في حد مخلص في الملعب وحريص في الملعب، مش هيبقى مخلص لهذا الوطن وحريص عليه. المسائل ما بتتجزأش اطلاقا. خلونا نشوف الفيديو اللي اعلن فيه وائل جمعه. وابو تريكه النهارده عمل له تغريده على تويتر، قال له شكرا وائل جمعه، انت من تحمل كل الصعاب، ولكن كنت لها بالمرصاد صخره تحطمت، يتحطم عليها كل المهاجمين. اما ميدو فكتب في تغريده على حسابه الشخصي تعظيم سلام للاسطوره جمعه، احد افضل اللاعبين الذين زاملتهم، بالتوفيق في اي مجال ستعمل به. وائل حصد البطولة الإفريقية رقم 12 في تاريخه. طبعا الأهلاوية ايه بيغزوا الزملكاوية، فقاعدين يقولوا ان تفوق بمفرده على عدد البطولات القارية اللي حصل عليها نادي الزمالك طوال تاريخه منذ تأسيسه منذ اكثر من 100 عام. حصد جمعة مع الأهلي 6 بطولات لدوري ابطال افريقيا، كما حصد اللاعب المخضرم بطولة كاس السوبر افريقي 6 مرات ايضا. اما الزمالك فقد حصد البطوله 11 مره على تاريخه. طبعا المقارنه ما تنفعش، مقارنه لاعب بنادي عظيم زي نادي الزمالك يعني، بس هي خفه دم المصريين، شويه مشاغبات لا اكثر ولا اقل، لكن يظل الزمالك قلعه عظيمه وتاريخ كبير في الكره المصريه. تعالوا نشوف وائل جمعه قال ايه في المؤتمر الصحفي. اللي انت قلتها، انا اتشرفت وكان اسعد يوم في حياتي يوم ما دخلت النادي الاهلي، واسعد فتره في حياتي قضيتها في النادي الاهلي، وشايف ان النهارده بالذات هو اللحظه المناسبه ليا لان انا اقول فيها ان انا خلاص يعني مش هقدر اقدم للنادي الاهلي اكتر من الفتره اللي فاتت. فيعني تقديرا واحتراما لظروف النادي من احتياجه ليا، انا هكمل الموسم ان شاء الله، ويبقى دي نهايتي ان شاء الله، واتمنى ان الناس تكون مقدره اللي انا عملته في تاريخي مع النادي. و يعني عليا انما
مشهد مؤثر جدا. حد بجد اوائل الجمعة ده المحلاوي الجميل ده بني ادم جميل، الكرة المصرية هتخسره ولسه لغاية دلوقتي ما نورش. دايما الحاجات الحلوة اللي بتغيب من ملاعبنا ما بتتكررش. وائل الجمعة من الناس النادرة كده اللي يفضل زي فعلا ما قال عليه ميدو انه اسطورة، حالة خاصة جدا، 39 سنة في الملاعب وبيجري زي اي ولد بيبتدي، وساعة ما بيغيب دفاع الاهلي بتأثر بجد وبيدي طاقة، يعني وانت بتتفرج عليه بيجي لك طاقة حماس، ما بالك اللي جنبه في الملعب. خسارة وائل الجمعة انه يمشي، بس مكمل معانا الدوري السنة دي لحد ما ناخد الدوري. فوائل الجمعة هيفضل زي ما كنا بيتحكوا لما بقول الاهلي، هم فاهمين ان الاهلي اليومين دول عشان متعثر، بس الاهلي طول عمره كده هيتعثر ويقوم. الجواد يرتاح، ترتاح شوية، بيجهز لعيبته الصغيرين بياخدوا على الاجواء. لكن الاهلي يعني غصب عنه، ميدو نفسه يا جماعة اول ما مسك الزمالك قال انا ما بقول ان الزمالك مش هياخد الدوري. طب ده مدرب وفاهم وواعي وقدير يعني، فالاهلي قدر اصله. طيب احنا عندنا ايه النهارده؟ برضو دي مشاغبات مع الزمالك مش اكتر. النهارده معي العالم الكبير الاستاذ الدكتور اسامه الازهري. هنتكلم النهارده في قضيه مهمه قوي. دايما كانت في كلمه بتستخدم طول الوقت، كلمه التمكين، ساعه ما ظهر الاخوان. طبعا احنا بنكمل في سلسله لماذا انهارت الحضارة الإسلامية، احنا ليه وصلنا للي وصلنا إليه. من ضمن محطات الانهيار هو وجود الإخوان على رأس الحكم. وجود الإخوان على رأس الحكم لما جه لم يكن، كان في منظورنا أن تطور طبيعي، قوى جديدة يمكن أن تحكم. لم نكن نفهم معنى أن لا ده الجماعة بتتمكن من الحكم. التمكين عند الجماعة له معنى يقولون أنه مستمد من القرآن الكريم. وفي إحدى رسائل الشيخ حسن البنا كان بيتكلم عن تلك المرحلة اللي هيتمكن فيها الإخوان. كلمة التمكين في القرآن والتمكين في الواقع، هو تمكين من الدين ولا تمكين من الحكم؟ هل التمكين يعني طلب السلطة ولا سعي للدين؟ ده اللي هنناقشه النهارده مع الدكتور اسامه. كلمه التمكين حدوته واسعه قوي، هتفهموا هم ليه كانوا بيعملوا حاجات كتير اللي كنا احنا بنسميها اخوانه. دي مش اخوانه، ده تمكين انهم يتمكنوا من كل المفاصل فتحول الدوله الى اخوان، مش الاخوان يكونوا جزء من الدوله. وده ما بيحصلش، مفيش جماعه تستطيع انها تحول وطن، لكن الوطن يستوعب جماعه وتدوب فيه. الاخوان لا يرون ذلك، يعني جزء من أدبياتهم أنك إحنا اللي هنغير فيبقى هذا المجتمع إخواني، وده مستحيل. ما حصلتش في التاريخ إن في جماعة استطاعت إنها تغير هوية وثقافة وتاريخ ودين، لأننا كمان مسلمين، يعني إحنا مش من بعيد، إحنا مسلمين. هتغيروا فينا إيه؟ هنبقى جماعة؟ ده إحنا كتير قوي، ده إحنا صورة للإسلام. ليه نبقى جماعة؟ ما تبقوا انتوا معانا، وإذا كان عندكم دعوة للدين كويسة من القرآن والسنة احنا معاكم وانتوا معانا مع الشعب. لكن جماعة تمكين، هو ده موضوعنا مع الدكتور أسامة الأزهري. هطلع فاصل بعد الفاصل، عندي المزيد من الأخبار. عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية تقوم بحرق سيارة تابعة لإحدى القنوات الفضائية خلال مسيرة لهم بشارع الهرم. قوات أمن الأسكندرية تفض اشتباكات بين الأهالي وعناصر من الإخوان بمنطقة سيدي بشر شرق المحافظة. مجهولون يضرمون النيران في سيارة القاضي المسؤول عن تحقيقات عناصر الإخوان بمحافظة الدقهلية. وزير التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي ينفي ما تردد عن مصادرة الحكومة لأموال جمعيات الإخوان الأهلية أو أسودتها. نيابة مدينة نصر تقضي بحبس 7 من أعضاء أولترس أهلاوي 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية أحداث الشخبة التي وقعت أمس. وزير الخارجية الدكتور نبيل فهمي يبحث مع نظيره التنزاني برنارد ميمبي سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
الجمعية العمومية غير العادية للأطباء تطالب بإقالة وزيرة الصحة وتفعيلها للتحقيق. حزب الدستور يعقد مؤتمرا عاما لاختيار رئيس الحزب ومناقشة تعديل اللائحة الداخلية.